Jesus, Jesus, vem, Jesus. Schlill. Er ne passi. Maren chebe man tot fem brir bis nani von neitem noti etem troi so ben noti und so tiri so es be Christus. Je aber iske pasi ni gun aber bui se ni robarin shubtin afti asuirn. افتی تو تینه بنتن شهری اتا این سان سبون مارین تن تو واریم خم باسا فامنی تیرون ته بنان خن هیرین وین جوی بان تو کراتوری بشوی سه بن نو تی نیفه بشوی سه بن نو تی بی بان تو کراتوری ویوتیم بشوی سه بن نو تی بان سو دیر ایسوس به خریستوس نشکورا که عرب بالا کل حال من اجل کل حال نوفی کل حال سترتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا رب عضدتنا وأتت بنا إلى هذه الساعة يا رب رحمة نسأل من صلاحك يا محب البشر امنحنا رب نكمل هذا اليوم مقدس كل أيام حياتنا بكل سلام خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيم الأعداء الخفين وزين زحار بعن عن سائر شعبك هذه الكنيسة موضعك المقدسات أما الصالحات النفعات فارزقنا إياه أعطتنا رب السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العاد Yeah.
المسيح يدوم لأمتي أيضا فلنسأل لأبد كل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب أنفس الذين رقدوا آباؤنا وإخواتنا يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق عقوبانهم في موضع خضرا من الراحة فردوس النعيم موضع الذي يا رب من الحزن الكآبة تناوت في نور قديسيك. أقم يا رب أجسادهم في اليوم الأخير الذي رسمتك معيدك الحقي غير الكاذب لهم يا رب خيرات معيدك ما لم تر عين ما لم تسمع بأذن ما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس ليس موت لعبيدك بل هو انتقال إن كان قد لحق أمتان تفريدك بشر قد لبسوا جسد وساكن في العالم اللهم تفضل عبيدك المسيحيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب وكل واحد باسمه كل واحدة باسمها يا رب نياحهم واخفر لهم أما هم يا رب الذين رقدوا نياحهم والاستحق منك وتسموات أما نحن فاب لنا كمان المسيحيين يرضي قدام أعطينا وياهم نصيبا وميراثا مع كفات قديس يا رب ارحم فنصبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأرض سلام الناس مسرا نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظمتك مجدك يا رب الملك على السماوات الله لا يبدأ وفي الكل الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حمل الله ابن الأب رافع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبلت البطن إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت واحد قدوس أنت واحد العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الأب أمين وبركة كل يوم وسبح اسمك قدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد أمين منذ الليل رحت بكري لك يا إله لأن أوامرك نور على الأرض كنت أترك لأنك صرت لي معينا باكر يا رب تسمع صوتي بلغداء أقف أمامك وتراني قدوس الله قدوس قوي قدوس الحياة الذي لم يتلزم ولدا وعذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الحياة الذي لم يتلزم قوما من الأموات وصعد للسموات ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامينا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب اغفر مرضي شعبك اشفيهم نجل اسمك قدوس ابانا اخواتنا الذين رفضوا ربنا احنا نفوسهم يا من هو بلغت يا رب ارحمنا الذي بلغت يا رب عنا اخبط البطن اليه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك في الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا وادخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح صاروا ام باخر الصوصي صوص بن شوي سمينا ليلو يا سلام ولكن اسالك يا طالب قديسه وانت لا مجدان العذراء كل حين وارد لهم المسيح السلام للا توردت لنا النور الحقيقه المسيح لنا العذراء القديسه اي طال عذراء مريم والدة الاله القديسه شفيع العالمين الجنس البشريه شيرينيوتي برسينو سورين من أليسيني شيرب شوشون تيبن جنو سريك بونان إمانويل في هواري ببنو جبنو سادي سيدن ودنارين بكشويسيس بكريستوز كان النوبي ناني بو باكي أنت يا مريم الحكيم العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي اليمام الناقية لكي نعد فردنا وعينا عطلنا سمرة الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كامس النوح يا نادت الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر وأنت أيضا يا رجانا اليمام العقلية تيتي لنا بالرحمة وحملتي في بطنك يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحررك فلنقل هذا من قلبنا اولا وبعد ذلك بلساننا ايضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا شيريني اوتي برسينو سور من اليسيني شيرب شوشون تيبن جنو صريخ بونان امانويل تنديواري بمكو جبروس تاكي سيدن ودنار بيتشوسس بكريستوس كان النوبي ناني إذا ما قالوا هللويا يتبعهم السمعيون قائلين قدوس آمين هللويا المجد هو لإلهنا اشفى فينا يا العساكر الملكية والطعامات السمعية ليغفر لنا خطايانا خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة طلبوا من الرب عنا يا سادة الآباء الرسل والإثنان والسبعون تلميذا ليغفر لنا خطايانا
السلام لك أيها الشهيد، السلام للإنجيل، السلام للرسول أبونا مرقس ناظر الإله. أؤمن الرب عنا يا ناظر الإنجيل مرقس الرسول يغفر لنا خطانا. المصباح المنير في الفيوم وكل مصم من أجل عجيبه وآياته ومحبته للمسيح. أؤمن الرب عنا يا بنا القديس العظيم العم برامس والفيوم يغفر لنا خطانا. كن أنت ناظر علينا في المواضع العالية التي أنت كائنا فيها يا سيدتنا كلنا والدة الإله العذراء كل حين. السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا إمانوئيل. نسألك أن تذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا. نعظمك يوم النور الحقيقي وأنا من جدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم وتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيد ابنك المسيح. تليل الشهداء تليل الصديقين سبات كنائس غفران خطايانا وبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نسجد لها ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاله يبدا بالكل ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق الى حق مولود غير الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الاموات في يوم الثالث كان في الكتب وصعد الى السماوات ايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس مدين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحبس من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه وانا اعترف معمودية واحد مغفرة الخطايا. تين جوش تيبو الخايتين تيانا استاسي سنتين يرم موت نمبي ونخين تيبي ونسني وامين افنوتين ايناهان سشوين شنهيت خارون آمين صوتي مارون آمين اسمه وروف أريرون أريبو ينيرون آمين. ارفع غضبك عنا افتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. سيد رب يسوع المسيح الذي خاطب تلاميذ القديسين رسلتها المكرمين قائلا ان بأن ابران كثيرين اشتهن يروا ما انتم ترون ولم يروا يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا طوبى لكم لانها تبصر لاذانكم لانها تسمع. فلنستحق ان نسمع نعم نعمان بنجيلك المقدسه بطلبات قديسك أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصول أذكرهم في سؤالاتنا تضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا شفاءنا كلنا رجاءنا كلنا قيامتنا كلنا قفوا
بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا القديس ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. يفتخر بك كل الذين يحبون اسمك لأنك أنت يا رب باركت الصديق مثل سلاح المسرة كللتنا. مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لا تظنوا إني جيت لألقي سلاما على الأرض، ما جيت لألقي سلاما بل سيفا، فإني أتيت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وعد الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. من يقبلكم فقد قبلني ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر النبي يأخذ ومن يقبل بارا باسم بارا فأجر بارا يأخذ. ومن يسقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لن يضيع أجره. والمجد لله دائما. قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا كما قال بخريستوس يسوس بن شويس أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطائنا من قبل الله المخلص المحيي الذي نفخ في وجوه تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطايا مغفرت لهم ومن أمسكتموه على مسكت الآن رب مثل كل زمان عمت الذين يعملون في كنود في كنيستك يحل واغفر الخطايا وزلات كل ربطة ظلم. أسألك رب عن إخواتي أولادي وضعفي نحن جميعا رب المنحنين برؤوسنا أمام مجدك ارزقنا رب رحمتك إن كنا أخطأنا إليك رب بشيء بعلم بغير علم بجزع القلب بالقول بالفعل بالفكر بجميع الحواس أو صغر النفس أنت أبونا رب العالم بضعف البشر إنعم علينا رب بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا أنت هو إلهنا لك بك مين كريالايسون امين الليلويا زوك سابتريكي يوكي عجيوبنا كيني كايكي سوسيون اصونيون امين تنوشي بولنغوية موجيو بنشوي سيسوس بخريستوس اسمواني عير انتيت في ماري بك نايدم تكيريني وين صفتن بك سوتي مونو ناينان كريالايسون كريافلوغي سون امين اسمو هيروي اسمو هيروي استيمي تانيا كوني ايفور بوين بي اسمو امين بخريستوس بنوتي امين يسي شوبي يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك اغفر لينا خطايانا لك الملك والقوة المجد الابد امين يا ابانا الذي في السماوات Shere Mariyati Oroti
يفو إن ألولي إن أدير خلو سي إتي أم بي أوي إر أوي إيروس أفي جيم بيز ما إنتي إبون خين خيت إبشيري إمبنوتي خنو أمس مي مي أفيتشي ساركس خين تي بارسي Asmi si emov avesoti emon avka aneno vina an evo arege emo emon otai shele Han mi ishav saji ebetayo ji abilos ente eviot I avchi sareksi evo olenchi يرسل لك عون مقدس. هؤلاء بمركبات هنا هم عثر سقطنا. أعظمك يا رب لأنك حضنتني لو تشمد معنا. أيها الرب إلهي صرخت لي هارنا رب رحمتك إني أسمع الرب قد ملك لبس الجلال دكساس يوسيمون المعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جمعنا أمين أتجاه المعز الروح القدس الذي أرسل لأب باسمي فأعلمكم كل شيء أذكركم بكل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطر قلوبكم ولا تجزع سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبي وكما أبي أوصاني وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوم ننطلق منها هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيها لا يأتي بثمر يفعل يقطعه وكل ما يأتي بثمر نقي يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثباتوا فيا وأنا أيضا فيكم والمجد الله والمجد الله دائما أبدين أمين ليكن قولنا بسلام نسجد لك أيها المسيح لأهنا ما بك صالح الروح القدس لأنك أتيت خلصتنا أمين روح القدوس رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين رسلك الأطهار المكرمين في أقدساء الثالثة هذا لا تنزع منا يا صالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا قلبا نقيا أخلق فيه الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي
لا تطرحني من قدام وجهك وروحك قدوس رب لا تنزعه مني. أيها السيد الرب الإله الذي أرسلت روح قدوس على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين في وقت الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن أسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الكلمة، روحا مستقيم وحيا، روح النبوة والعفة، روح قداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا رب، يا من يضيء لكل إنسان آت العالم ارحمنا. أنت يا كرم الحقانية الحاملة عنقود الحياة، نسألك يا الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما نهاية طريقنا إلى خلاصنا. أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كل كنوا الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحلوا فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصلاة وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هل هم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كنين كأيك صوصيون أسطونيون آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس قوي قدوس الحي الذي لم يتلد ولد ناظر ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الحي الذي لم يتلد صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الحي الذي لم يتلد قوم من الموت وصادر السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودار الدور امين. اي ثالوث قدوس ارحمنا، اي ثالوث قدوس ارحمنا، اي ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامينا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس. ابانا اخواتنا الذين رقد ربنا احنا نفوسهم، يا من هو بالخطيئة رب ارحمنا، الذي بالخطيئة رب نقمة البطن لك، لأن لك المجد الرأس القديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. يا ابانا الذي في السماوات كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح صار ربنا لك الملك والقوة والمجد للابد امين. دوكساسيوس منجيل معلمنا ماري متى البشير بركاته على جمعنا امين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للمدعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا أمين. يكن قول الله بسلامة وشتم وكوب خريستوس بكيوت آثوس بابن المصواب جاكي أكسوتيم والنائنان. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة متأصلي من أجل خطأ التي جرى عليه أبونا آدم في الفردوس، مزق زك خطايانا على المسيح الآن وخلصنا، أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فأسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح الآن لو سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقطعت الخطيئة بالخشبة وحياة الميت بموتك، الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية، أقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية، وبالمسامير التي سمرت بها أنقذ عقولنا من تعشت الأعمال الهيولية والشهوة العالمية إلى تذكار أحكامك السماية كرافاتك. كنين كأيك صوصيون أسطونيون آمين. إذ ليس لنا دالة ولا حق ولا معذرة من أجل كسر خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد للعذراء، لا
لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيات الأم الطارئة لا تلفت الخطى من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجنا، واغفر لنا خطايانا من مجد من أجل اسمك القدوس. إنين كأيك سوسيون أستونيون آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك طهرتين على عود الصليب، فلهذا كل أمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح، طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت تعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة الإله العذراء، نعظمك لأنه من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أموات كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا. نعظمك يا أم النور الحقيقة ونمجدك يا ترى عذراء قديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم وتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فاخر رسلك لي للشهداء تالي للصديقين، سبات كان عايز فران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بلا واحد الله اله بضوابط الكل خالق السماء والارض، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ان الله الوحيد المولود من الاب طهر كل الدهور، نور من نور الى حق الى حق، مربوط غير مربوط، مساوي لا في الجار الذي بشر من أجل خلاصنا، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء بالروح القدس الرب المحن بصق من الآب. نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة، ونعترف بمعمودية واحد مرة، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين. كرياليسون 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 Son, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. قدوس 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 رب السماوات والسماء والأرض مجد كرامتك. ارحمنا يا الله لا يبدأ الكل يا سلوس قدوس، ارحمنا يا رب إلى القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين شرائدنا ودقاتنا سواك، حل واغفر واصبح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيانا. يا أبانا الذي في السماء
تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد مجدان وإكراما إكراما ومجدا للثالوث الأقدس الآب والابن الروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. هللويا فايبي بيو طيب شوي سي ساميو مارين سليلنتن اونو فيمونين خيت اوب شوي سيك انامين اوب شوي سيك صوتين إفس مارو تنجبي إسنيو خنبران إمب شوي سعالي إيلو ويا خنبران إمب يوت نمب بشيرين بمنب مسوها بنوتي نوت أمهن افس ما رأوت نجيب نوت فيود ببنتو كراتور أمين. مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين. مبارك الروح القدس المعازي أمين. واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين. مبارك الرب الإلهي للأبد آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين. هللويا زوك سابت ريكي يوكي أجي ومن فماتي كنين كعي كيستوسي ونستوني ونون آمين. هللويا شليل ابي بروسف كيستا سيتي ايرين باسي كيتم نوماتي مارن شبه مطوط في مبرير بصنري ونهيت بنوتي وتنشي صوب النوتي وبن صوتير إسوس بيخرست وجي أفريس كي بازين يقول أفر بوي سنيرن وبرير مشوبتين أفتيا سويرن أفتيتو تين أبنتن شاهري ثاي ونوثاي إنسوفون مارن تنتظره وبوسن تظهرين وخن بايس أفهمني تيرن تبنون خن هيرين نفن جافي بنتو كراتوري بشوي سبن نوتي بروس فيكساستي بيريليسون ابني بشوي سبنوتي ببنتو كراتور افيوت من شويس اوه بالنوت يا بن سوتير يسوس بخريستوس نشكرك على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال
لأنك سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا رب وأعددتنا وأتت بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاة عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة لمغفرات خطايانا. يا رب رحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا. مرضاك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها أعطتنا رب السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العاد ولا تدخلنا في عبيدك يا رب خدام هذا اليوم إخواتي الشمامسة الشعب أضعف يكون محيم فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول الاثنى عشر رسول ناظر الله إنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد الباتر القديس ساويروس معلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس القيهنة القديس يوحنا الأبي الفم القديس كيرلوس القديس باسيليوس القديس غريغوريوس من أفواه 318 المكتمون بنقيا المال 50 بقسطنطينية المئتان بأفسوس أبونا المكرم رئيس الأساقف الباب الأنبطر الثاني شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا ديفيد من فم حقارته لأنه مبارك مملوء مجدا اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس آمين. Oh,
بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته تكون. بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن كيف يرجو أحد ما ينظره؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه يشفع لدى الله عن القديسين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعلوا كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب تكون معكم يا أبائي وإخوتي، آمين. The Catholic Epistle from the Epistle of our teacher Saint James, may his holy blessings be with us. Compassion for one another. Love as your brothers, be tenderhearted, be courteous, not returning evil for evil or revealing for revealing, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. And who is he who will harm you if you become followers of what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed, and do not be afraid of their threats, nor be troubled, but sanctify
the Lord God in your hearts. Do not love the world or the things in the world. The world is passing away and it is lust. But he who does the will of God abides forever. Amen. البراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم تكون معنا أمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صائغ فضة صانع هياكل فضة لأرتميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس فقط من أفسس وحدها بل من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء وأنه سوف تهدم عظمتها، هذه التي يعبدها جميع أسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا واسرعوا جميعا بنفس واحدة للمشهد، خاطفين معهم غايس وارستارخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع لم يدعه التلاميذ، وآخرون من رؤساء أسيا كانوا أصدقائه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا، وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذب اليهود اسكندر من الجمع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع،
فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع قال أيها الرجال الأفسسيون من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين المتعبدة لأرطميس العظيمة والذي امثالها الذي هبط من زفس وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء فلهذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهتكم فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معهم لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرفعوا دعواهم إليه وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضى بينكم في محفل شرعي لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشعب ولما قال هذا صرف المحفل وكلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اليوم الثالث والعشر من شهر رمشين مبارك احسن لانقضاء عهد علينا نحن مغفور الخطايا وزلات من قبل مراحم الرب اباء اخوتنا في مثل هذا اليوم من سنه 19 للشهداء الموافق 303 ميلاديه استشهد القديس اوسابيوس ابن وسيليدس الوزير كان هذا القديس احد ضباط الجيش الذي يحارب ضد الفرس واثناء الحرب ارتد ديقلديانوس عن الإيمان بالسيد المسيح وعبد الأوثان ولما رجع أوسابيوس بعد الحرب علم بذلك فاتفق هو وأقاربه يوستوس وإكلاديوس وأبادير وتدرس على أن يعترفوا أمامه بالسيد المسيح ولما عرض عليهم الملك عبادة الأوثان رفضوا فقام الملك بنفي أوسابيوس إلى مصر لتعذيبه هناك حيث قام الوالي بتعذيبه بالهمبازين وتقطيع الأعضاء والضرب الشديد وكان ملاك الرب يشفيه ويقويه ويعزيه ثم رأى في رؤيا الليل الفردوس والأماكن المعدة للقديسين والمكان المعد له هو شخصيا فتعزت نفسه بعد ذلك أمر الوالي بإحراقه في أتون النار أقامه له خارج مدينة إهناس فنزل ملاك الرب وأطفاء اللهيب وأخرج القديس سالما أخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا وربنا المجد دائما أبديا أمين أجيوس أوسيوس أجيوس يشيروس أجيوس أصاناتوس أجبارسينو جنسيس إليسونيماس أجيوس أوسيوس أجيوس يشيروس أجيوس أصاناتوس Σταυρός Ιησούς Αγίος ο Θεός, Αγίος Ιησούς, Αγίος Ασανάτος, ο Ανάσταση εκ των νεκρών και ανέλθον Ιησούς, ουρανός ελέησον ημέρ. Πάση και το πνεύμα της Μέσερ εν Λούρ Ιησούς Χριστ αυργάτους ετ τους σύντλοι δισάιπλες εις πυρ απόστολς μενι πρόφετς αν ρέτσιους μεν αυ δεζέρ τους ει δε θίγς ουτ σίν αυ νοτ σίν δεμ To hear the things which hear have not heard them, blessed are your eyes for they see and your ears for they hear.
May we be worthy of hearing and acting according to your holy gospel through the prayers of your saints. Lord have mercy. أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أوصونا نذكرهم في سؤالتنا تضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفانا كلنا، رجانا كلنا، وقيامتنا كلنا. بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرموك البشير بركاته على جميعنا من مزامير معلمنا داود النبي بركاته المقدسة تكون معنا آمين. ويفتخرون بك عجيب هو الله في قديسي لإسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعبه الصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord, God, Savior, and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is glory forever. And I say to you, my friend, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do, but I will show you whom you should fear. Fear him who, after he has killed, has power to cast into the hell. Yes, I say to you, fear him. Are not five sparrows sold for 2 copper coins, and not one of them is forgotten before God? But the very hair of your head are all numbered. Do not fear, therefore. You are of more value than many sparrows. Also I say to you, whoever confesses me before men, him the Son of Man also will confess before the angel of God. But he who denies me before men will be denied before the angel of God. And anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven. Now when they bring you to the synagogue and the magistrate and authorities, do not worry about how or what you should answer or what you should say, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Glory be to God for بسم الآب والابن والروح القدس الآله الواحد أمين. إنجيل النهاردة من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشؤور الإصحاح 12. من يعترف به قدام الناس أعترف به قدام
ملائكة أبي في السماوات من ينكرني قدام الناس أنكره. Confessing the name of Christ and denying the name of Christ. Of course, a clear example would be the martyrs. The martyrs have two choices, to deny or to confess. They didn't have a third choice, to deny or to confess, and they confessed. And they did not care about death as much as they cared about confessing their faith in Christ. And maybe till recently we thought this is something of the past. كنا خلاص يعني لما بنتكلم على الشهداء بنتكلم على ماري جرجس وماري مينا لغاية لما شفنا بعنينا مثلا الشهداء بتوع ليبيا لما اللي احنا احتفلنا بتذكارهم قريب ولينا لا لسه في ناس مستعدية انها تموت من اجل اسم المسيح. لسه في ناس رغم بساطتها لما بتتحط قدام الاختيار ما بين الموت والمسيح بتختار المسيح لأن المسيح قال أنا هو الحياة. وأنصح أغلبكم اللي راحوا مصر أو اللي ما راحوش إن هم يزوروا كنيسة الشهداء بركة كبيرة جدا. من يعني في الرحلة الأخيرة اللي رحناها يمكن كانت أكبر علامة في الزيارة كلها إنك تروح وتشوف ناس كده اللي أنت بتشوفهم كل يوم لما تحطوا في الموقف ده هوت ربنا اداهم نعمة قد إيه إن هم ما ينكروش المسيح رغم إن كان كل الناس هتقدر لو أنكروا. كل الناس كانت هتقدر تتفهم الخوف والضغوط والمسؤولية ناحية أسرهم وأولادهم وحاجات كتيرة جدا لكن هم اختاروا إن هم يعترفوا بالمسيح. But this is a clear choice. How about most of the people? How about all of us? Are we put in a situation to deny or to confess the name of Christ? I will tell you definitely and every day. يعني معلمنا بولس الرسول يقول إننا من أجلك نمات كل النهار. يعني إيه؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كلها يعني إيه نموت من أجل ربنا كله يعني نختاره ونموت عن إرادة مختلفة. يكون عندنا اختيار ما بين حاجتين حاجة منهم تريحني وحاجة تفولو الكوماندمنت وأختار الوصية وأختار المسيح وأموت عن العالم أموت عن اللي يريحني. فأوعى تفتكروا إن الشهداء بس اللي اتحطوا قدام هذا الاختيار. إحنا بنتحط قدام الاختيار ده كل يوم. منهج المسيح واضح. يعني المسيح يقول نغفر. لما يجي موقف والإنسان فيه ما يغفرش أنت بتنكر تعليم المسيح. مش لازم الإنكار يقول كده أنك تقف وتقول أنا لا أؤمن لكن أعمالك بتتكلم عنك. كل مرة بتسامح أنت بتكونفاس نعم يا رب أؤمن إن زي ما بنغفر للناس أنت هتغفر لينا. وكل مرة تقول لا أنا مش هغفر طب what about giving؟ ما هو قالها لنا من سألك فأعطيه. فإحنا بنتحط قدام العطاء ولا الذات؟ قال لنا اسهروا.
طلب مننا حاجات كتير قوي كلها على بعض هي شكل المسيح. يعني when you add all these characteristics together it gives you Christ. يعني the person who loves and the person who forgives and the person who gives and sacrifices and the person who's meek and humble looks like whom? Looks like Christ. And the angry and the one who cannot forgive and the one who wants to take revenge and the one who loves himself before others and is antichrist is against Christ. فالانجيل لما يقول لنا من ينكرني قدام الناس انكره، ولما يقول لنا من يعترف بي قدام الناس ما يقصدش بس الاستشهاد، ما يقصدش انك تتحط في موقف ها تؤمن بالمسيح ولا موتك، اؤمن بالمسيح موتك، لا ده موقف مستمر وتكونون لي شهودا في اورشليم والسامرة والى اقاصي، تكونون لي شهودا مش شهيد. جوه بيتك you can deny Christ or you can confess Christ. If you're selfish at home you're denying Christ. If you're sacrificing for those around you at home you're confessing Christ. في شغلك، وانا قلت لكم قبل كده ان اعرف ناس امنت بالمسيح مجرد ان معاها في الشغل حد سلوك مسيحي بسيط جدا. عارفين كده يقول كان يقول يصنع خيرا، انسان محب، انسان بيصنع خير، انسان ما بيطلعش منه كلمة وحشة، انسان حلو. انت ايه اللي انت ازاي كده؟ ايه السبب؟ مسيح؟ اه طب اعرف المسيح. علشان كده اصعب شيء ممكن يواجه الكنيسه والمسيحيه لما يكون في اختلاف ما بين اللي بنقوله واللي بنعمله. There is nothing more dangerous than that. بيفكرنا على طول باللي احنا داخلين عليه الفترة الجاية سوم بشجرة التين. لما يكون اللي بعمله ملوش علاقة باللي بقوله، زي شجرة التين بتقول ايه من بعيد؟ ان الورق قد كده، لكن لما يروح يحط ايده جواها ما يلاقيش ثمر فيلقى عن الشجرة، لانها قدام الناس كلها بتوري ان عندها ورق. تعالوا انفايتنج مش كده؟ ولما اجي اقرب منها الاقي ايه؟ فارغه. فاحنا نيجي نتكلم عن شخصيه المسيح والمحبه وازاي المسيحيه جميله. المسيحيه مش كلمه تتقال، دي حياه تتعاش. لو مش هتقدر تاخدها للتطبيق بتاعها انت بتنكرها باعمالك. يعني ما ينفعش يا جماعه يكون انسان مسيحي بخيل، ما ينفعش يكون إنسان مسيحي مش مسامح، ما ينفعش يكون إنسان مسيحي أناني، ما ينفعش، ما ينفعش. كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل يوم، كل يوم بتشبه بربنا. ويرجع يقول لنا كمان ما هو لازم تعمل كده لأنه إن لم تمت حبة الحنطة فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. الحب ده اللي المسيحية بتزرعه بالموت طول النهار بيؤتي بثمار.
يعني أنا أشوف العالم كله واللي بيحصل فيه من حروب ومجاعات وفقر ألوم مين؟ أكتر ناس ألومهم المسيحيين. ليه؟ لأن هم اللي إنجيلهم بيقول إيه؟ ادي وحب وضحي، هم اللي عندهم المحبة الفياضة دي ناحية الآخرين، ما عندهمش إن أنا أعلى أو أنا أقوى أو أنا، ما عندناش. فإحنا محتاجين نكون مسيحيين أكتر من كده 100 ضعف. مفيش حدود اللي ممكن مسيحيتنا تاخدنا ليه. مش لازم يبقى فيه أنبا برام واحد ومادر تريزا واحدة، لا، ده مطلوب مننا كلنا، كلنا في مجالنا ان احنا نكون كده. مطلوب مننا كلنا، والدعوة لينا يقول كنا كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات قدوس هو. So we're all invited. The world needs to see Christ everywhere. People are fighting for everything. They need to somebody that would love others more than they love themselves. They need to see people who would choose Christ over the world. بعدين يجوا المسيحيين نفسهم يلاقونا بنعمل ايه؟ اللي يتخانق واللي يزعل واللي يشيل واللي مش قادر لا. يبقى احنا في الحالة دي بنعمل ايه؟ بننكر اسم المسيح بصورة او باخرى. ربنا ادينا نعمة وقوة، ونطلب منه في القداس واحنا بنصلي النهاردة ان احنا نخرج من الكنيسة وكل واحد فينا عليه مسؤولية ان ياخد المسيح معاه في اي مكان يروح. انت تخرج من الكنيسة شايل المسيح معاك، هتتعامل كأنك مسيح في كل حتة، وإن ضعفت وماله ابتدي تاني، وإن غلطت مرة ما يهمكش اعترف وابتدي تاني من أول وجديد، بس صر إنك تعمل إيه؟ تعترف بالمسيح باستمرار عشان يجي المسيح يشوفك. تعرفين إحنا هندخل السماء إزاي؟ هندخل السماء بإن الآب هيشوف المسيح فينا. يعني إيه؟ يعني كل حاجة نقولها في الآخر نقول بالمسيح يسوع ربنا، في المسيح يسوع ربنا، مش كده؟ يعني إيه؟ يعني إحنا كده المسيح هو أنا مستخبي وراه، يجي ربنا لأبي يشوفني يشوف صورة ابنه، وأنا بناء على إني ورا المسيح بقول له إيه؟ أبانا الذي في السماوات. وأنا فعلا أقدر أقول له أبانا الذي من غير المسيح؟ المسيح ده هو اللي يديني مسيحيتي. هشيل المسيح انا مش مسيحي. خلي المسيح يظهر فيك باعماله بافعاله بكلماته بتصرفاته. وعشان تعمل كده لازم تموت حد تاني. في واحد تاني لازم يستشهد، اللي هو الذات، ذاتك ورغباتك. علشان كده بنموت نفسنا كل يوم مع المسيح عشان يظهر المسيح فينا. نصلي ونطلب من ربنا ونقدم له النهارده ذواتنا ونقول له ادينا نفسك، احنا سايبين لك قبل ما ندخل المناوله الذات وداخلين المناوله واخدين المسيح، نسيب نفسنا هنا وناخد المسيح معانا ونمشي. نعمل كده ازاي؟ نعمل كده على طول، كل اسبوع نعمل كده، نيجي نديله نفسنا وناخد نفسه. فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. لإلهنا كل مجد وكرم.
ميني يثوى بنتي بايه بيواي بيواي كاطب فرني من راتي انت بخريستوس ابرز بفيناري اغنوت انشوي سنبتي رنتي سيوتو كوسماري اسما فين بن صوتير انت فكان النوفينا نيفو طوبي مبشوي سري اغن بنيوت ثوى بن ذيكي اس افا ابرا ام بي بسكو بوس انت فكان النوفينا نيفو جيف اسماروت انجيفيوت نيم بشيري نيم بيبنو ما اسواب تيتري اسجي كيفولت نوش تموس تنتيونس بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق ابن إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار التي آمين Happy Prosopkaya Society. Here in a posse. It of no mighty soul. O God, the great and the eternal, who formed man in incorruption and this which entered into the world by the envy of the devil, you have destroyed by the life-giving manifestation of your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. You have filled the earth with the heavenly peace by which the host of angels glorify you, saying, Glory to God in the highest, peace on earth and goodwill toward men. Pray for perfect peace, peace, love, and the holy apostolic kisses. Lord, the mercy. بمسرتك يا الله املا قلوبنا من سلامك. طهرنا من كل دنس من كل غش ومن كل رياء من كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت اجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي نتناول بغير انتراح في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا قبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرأس كفو برعادة وإلى الشرق انظروا نانسي إيتن برز فيان تيت دوت القدس توب ماريا بشوي سري موتنان بكو إيفول انتين تنوش تمغو بخريستوس نم بكيو تن أغاثوس نم ببنو ما إث أوب جياك إياك سوتي إمون إلي أوس إيرينس الرب
اذهبوا مع جميعكم ومع روحك ايضا ارفعوا قلوبكم هيا عند الرب Let us give thanks to the Lord It is meet and right Meet and right, meet and right Truly indeed it is meet and right O you are master like the God of truth Being before all ages and reigning forever Who dwells in the ice and looks down upon the lowly Has created heaven, earth and everything Therein the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ By whom you have created all things seen and unseen, who sits upon the throne of his glory and whose worship by all the holy powers. You are seated, stand. Before whom stand the angels, the archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the powers. Look towards the east. أنت والقيام حولك شاروبيم الممتلئون عيونا والسارفين ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءتين من مجدك الأقدس أجيوس أجيوس قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء لكن دائما تعتنا بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا Was incarnated and became and taught us the ways of salvation. He granted us the birth of life through water and spirit. He made us unto himself a congregation. He sanctified us by the Holy Spirit. He loved his own who are in the world and gave himself for our salvation unto those which reigned over us, which all bound in soul because of our sins. نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين حقا أؤمن He rose from the dead on the third He ascended into the heaven sat at your right hand O Father رسم يوما للمجازات الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كواحد كنحو أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايانا وضع لنا ذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه في مهو راسم يسلم نفسه للموت عن حياة العالم نؤمن
أخذ خبزا على يدي الطيرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحيتين. نؤمن أن ذا هو بالحقيقة آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر آمين. باركه آمين. وقدسه آمين. نؤمن ونعترف ونمجد. قسمه وأعطاه لتلاميذه القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. Likewise also the cup after supper he mixed of wine and water and he gave thanks. آمين. He blessed them. He sanctified them. Amen. Again we believe, we confess, and we glorify. He tested and gave it his own saintly disciples and pure apostles, saying, take it, drink it, all of you, for this is my blood of the New Testament that will be given for you and for many others to be given for the remission of sins. Do this in remembrance of me. This is also true of me. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ناجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله. Therefore, as we also commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into the heavens, his sitting at your right hand, O Father, and his second coming, which shall be from the heavens, awesome and full of glory. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال. Worship God in fear and trembling. يا رب ونسجد لك. Let us attend. آمين. نسجد لك يا رب مسرة صلاحك ولحل روح قدوس علينا رب يطهرنا من كل دنس ينقلها ويظهرها قدسا لقدسي. يا رب اسكنه وهذا الخبز جعله جسدا مقدسا له آمين.
هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. أيضا يعطى لمغفرة الخطايا حياتنا بدي لمن يتناول منه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كأس الورد ان ماستر تو بارتيك اوف رول از انتو ذا بيوريفيكيشن اوف سولز اور بوديز اور سبيريتس ذات وي مي بيكم وان بودي وان سبيريت مي هاف ا شير اند انهيرتنس وذ اول ذا سينتس بليس سينس ذا بيجينينج ريممبر او لورد ذا بيسفولي كاثوليك ابوستوليك اورثوذوك تشيرش لورد اوف ميرسي ريممبر اور اور فادر اور بيتريك بابا اوت اوذرز ذا سيكند اور بيشوب اوف ديف لورد اوف ميرسي ريممبر اور اورثوذوكس بروتو priest, priest and deacon Lord of mercy كل الخدام كل الذين في البتولية طهرت كل شعبك المؤمن اذكر يا رب انت رحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الاب ضبط الكل remember Lord the salvation of this holy place which is yours every place every monastery of our orthodox Lord of mercy graciously accord the Lord the waters of the rivers the seeds the herbs of the field this year bless Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison صدق مقدارك نعمتك فرحك الأرض لروح حرثال تكثر أسمار عدل زرع الحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرمل واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس أعينك كل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب As this, O Lord, is the command of your only begotten Son that we share in the commemoration of your sins, graciously accord. Remember all the sins of peace since the beginning, our holy fathers, the patriarchs, the prophets, the apostles, the preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, and all the spirit of the rest that were consummated in the faith. Most of all, ever virgin, the holy Theotokos, Saint Mary, who truly gave birth to God the Logos, Saint John, forerunner, baptist, and martyr, Saint Stephen, the archdeacon, the proto-martyr, the behold of God, Saint Mark, the holy evangelist, the holy apostle, and martyr, the patriarch, Saint Severus, our teacher, the scourge, Saint Athanasius, the apostolic, Saint Peter, the chief priest, and martyr, Saint John Chrysostom, Saint So those is Saint Theophilus, Saint Demetrius, Saint Cyril, Saint Basil, Saint Gregory the Theologian, Saint Gregory the Wonder Worker, and Saint Gregory the Armenian, the 318 assembled at Nicaea, 150 Constantinopolis, 200 at Ephesus, our righteous father, the great Ava Antony, the righteous Ava Pola, the three sons of Macari, older children, the crossbearers, our father of John the Higgum, our father of Abishoy, the perfect bed, the beloved of our good Savior, Amir Shuhada, Mary Gergis, Ashayid, Mary Mila Lagaibi, Qaddis Aban Ubnis, Qaddis Amir Taz, Qaddis Amarina, Qaddis Ademian, Al Baba Krosa, Shuda Al Fami Mukmi, Qaddis Al Amba Abram Skufim Al Giza, Sahib Al Magizad. كل مصاف قديسك هؤلاء الذين بسؤالتهم
وطلبتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. الكارئون فيكون أسماء بين البطاركة القديسين الذين ركضوا الرب نيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. Boys, my thought shall be in the man of mean dogs, so see, kiri, kiri, هؤلاء يا رب كل أحد الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. Remember, O Lord, the souls of your servant. أذكر يا رب نفوس عبيدك المرحومين فؤادي وقيم تامر تانيوس عماد كامل هدى نخلة رمزي حبيب ميلاد فهمي جورج عطلة عزة بولس سرايا جرس نفوس عبيدك المرحومين نبيين عبد الملك مجدي إبراهيم ابوني سياف فيكتور عادي ونحن في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيه. يا رب ارحم. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك أنعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان كذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور آمين. واهدنا يا رب إلى ملكوتك لذا throw the way into your kingdom so that in this and in all things your great and holy name be glorified, blessed and exalted in everything which is honored and blessed. Together with Jesus Christ, your beloved Son and the Holy Spirit, as-salam ligami'ikum. وَلِرُوحِكَ أَيْضًا أيضاً فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح جعلنا أهلاً الآن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضاً فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره الإلهية غير المائتة. آمين. بسوم إثوام تنعشتم وتوم إثوام من بيسنو في الطيور من بيسنو في الطيور Christos in Javi Bantukrator, Ipshoise Ben Noti. Kiri
السلام لجميعكم ولروحك أيضا. Who makes the Lord the great, the eternal, who are wondrous in his glory, who keeps his covenant and his mercy unto them who love him with all their heart, given us redemption from our sins through his only begotten Son, Jesus Christ, our Lord, the eternal Logos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord, have mercy. Ya mu'in al-multajin ilayhi raja al-ladhin yasrukhuna nahwahu al-ladhi yaqif amamahu uluf uluf ribwat ribwat al-malaiqa رؤساء الملائكة المقدسين أشاروا بهم وساروا فيهم كل الجماعة غير المحصى الذي للقوات السمائية. كيري إليسون كيري إليسون يا رب رحا. يا الله الذي طهر هذه القرابين الموضوعة أمام بروح روحك القدوس عليها وطهرتها طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فال يبعد عنا. كيري إليسون كيري إليسون يا رب راح. Purify our souls, our bodies, our eyes, our understanding, our thoughts, our consciousness, that pure heart, enlightened soul, unshamed face, and faith unfade, a perfect love and a firm home. O may they with boldness without fear to pray to you, God the Father, who art in heaven, and say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us the daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us evil one. In Christ Jesus our Lord, to thine the kingdom, the power, the glory forever. Amen. Jesus. Let us attend in the fear of the Lord. Amen. Irene passing. Get up now, Marty. Skur ya Rabbi kulla dina qana, skurum kullu ahad. Ya Rabbi nayah, marda Rabbi shfihum. Al-hazana Rabbi aziyum aladina fi shidda. Fi alam, fi di, fi tagroba. Ikhwatna Rabbi lif maga'at, fi harub, fi zalazil auga. Hal b'salamak Rabbi fi al-alam. ولادك وبناتك رب في كل مكان احفظهم يا رب من كل شر ونجيهم يا رب من كل محن ثبتهم فيك يا رب ارجوك احميهم من كل شر رب. خدمتك يا رب في هذه الكنيسه من اجل مجد اسمك وحدك يا رب اغفر لي يا رب خطايا الكثير يا رب لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك في كل شيء أنت تعلم رب ما هو أصلح اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها خلصت حقاً والنار حقاً نصد بخوف الله أمين كي ليسون كي ليسون كي ليسون
القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس امين. واحدا والاب القدوس واحدا والابن القدوس واحدا والروح القدس امين. كيتوبنا وماتي جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين. آمين. Holy body and precious blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. آمين. جسد ودم إمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة. آمين. حقاً آمين. آمين آمين آمين. I believe and confess to the last breath that this is the life-giving body that your only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, took from our Lady, the Lady of us all. The Holy Theotokos, Saint Mary, made it one with His divinity, without mingling, without confusion, without alteration. Witness the good confession before Pontius Pilate gave it in our behalf on the holy wood of the cross for us. Will بالحقيقة يوم الله تلم يفارق نسوت لحظة واحدة لا ترفع عين يعطى عنا خلاصا وفران الخطايا حياتنا بدي لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم. دوكساسيك ريدوكساسي بسم الرب. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Oh,
tagro o ente tengo o nesmo Sir.
أبتريك أيو كي أجيو ابن إغماتي يسوس بخريستوس بشيري ام افنوتي صوتم ايرو نوو ناي نا Oh.
جسده ودمه الكريم فحيا أين إلى الأبد إن المجد لله في العالي الأرض سلام ناس مسرة مين الليل ويازك سابت ريكي يوكي عبيون ماتي كينين كاي كيسو سيو نستو نيو نونا من تنوشي بولنغو جيو بن شوي سيسوس بخريستوس اسمو عني عيرن تيت في ماري بكناي تكيريني وين صفتن بكلاوس صوتي امونو ونينان كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه فلوغيسون امين اسمو ايروي استيمي تانيا كوني ايفولغو ام بي اسمو امين يس اشوبي قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين مع روحك.